ويثير لهم دفاء العقول. لذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول: إنما بعث الأنبياء ليثيروا دفائنا العقول. ما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول الهدف من بعثة الأنبياء: وليثيروا للناس دفائنا العقول. لأن هدفي إثارة عقول الحوزة العلمية. من قال بأنه لابد أنا أجيب عليها؟ إذن ما هي وظيفة الحوزة العلمية؟ ألستم تقولون بأنه مدرسة أهل البيت قادرة أن تجيب على كل تساؤل؟ أجيبه؟ أجيبه؟ ونحن أيضا نقول هذا طرحناه في داخل الحوزة. نحن تحدثنا مع جملة من العلماء، جملة من الخطباء، جملة من الأساتذة، جملة من المنظرين أن الوضع في انهيار. اكتفتوا لي لهذا. البعض يقول أن السيد الحيدري يثير التساؤلات، يثير الإشكالات، وهو شنو؟ لا يجيب عليها. نعم وألف نعم لا أجيب عليه، لأن هدفي إثارة عقول الحوزة العلمية. من قال بأنه لا بد أنا أجيب عليها؟ إذن ما هي وظيفة الحوزة العلمية؟ ألستم تقولون بأنه مدرسة أهل البيت قادرة أن تجيب على كل تساؤل؟ أجيبه؟ أجيبه خطات القدم. وأقولها صريحة للأعزاء، كثير من هذه التساؤلات توجد أجوبتها واضحة ومفصلة عندي لا يتبادل، ولكنه في كثير من الأحيان الجواب الذي أقتنع به وأجده جوابا لها يخدش الخطوط الحمر داخل الحوزة العلمية. فأنا أستطيع أن أقولها أو لا أستطيع؟ ها؟ ولا هذا الدرس لم يغلق؟ ولا هذا الدرس لم يغلق؟ متفق؟ صعب ولا نده مصح؟ إذن كثير من هذه التساؤلات التي أشير إليها أجوبتها موجودة، وبعض هذه التساؤلات لا واقعا إلى الآن لا أجد لها جوابا الآن فعلا. تقول لماذا تطرحها؟ أقول ما هي وظيفة 100,000 محمد في الحوزات العلمية؟ فليجيبوا عليها، فليأخذها الأعزاء ويقولون لا تقولون أما أنا صاحب التساؤل أو الإشكال أو الإثارة، ماذا قولوا يوجد هكذا السؤال، على الحوزة أن تجيب أو لا تجيب؟ لا بد أن تجيب، هذه وظيفتها. وهذا مأخوذ من كلامه صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما واتر إليكم رسله لماذا؟ ليثيروا لهم دفائن العقول، تساؤلات بل